امام عاشور، رضا سليم، يعني مش هقدر اسالك عن مودست حتى الاول، لكن رايك في الـ في الـ في, الـ في هذه التدعيمات وحضرتك شفتهم بقى بعينيك. لا التدعيمات من وهي جايه قبل ما تنزل الملعب معروف انها تدعيمات قويه جدا. اوكي ادائهم بقى انت بقى بتستنى لما يلعبوا. انا بشوف انه رضا دخل بسرعه في المنظومه. امام دخل اسرع من اي حد يتوقع بشكل كبير جدا. عامل اداء كويس، لسه عنده كتير. أيوة. جدا. أيوة. لسه عنده كتير جدا. هو عارف لان انا اتعاملت مع امام شهر 40 يوم في المنتخب وعارف قد ايه هو عنده شخصيه كويسه وشخصيه انه بيتحدى نفسه بشكل كبير، غير انه لعيب كويس، فهو عنده لسه كتير يقدمه. كل ده اداء مبشر وحاجات مبشره جدا. هو ورضا عاملين حاله كويسه جدا، دخلوا في منظومه الاهلي بشكل كبير جدا، ومع المباريات وتصاعدها ان شاء الله هنشوف حاجات اجمل من كده. مودست كان واضح انه جاي بقاله 4 شهور بعيد. بعيد. كان محتاج انه يخش، بس هو كان من الضغط اللي كان معمول على حته راس الحربه بشكل كبير جدا، ان الراجل كان عايز يقدمه بسرعه بشكل كبير. انت كنت تفضل ان هو يعني يقف على رجله الاول. يعني الحسبه دايما هتلاقيها عند كولر، وكولر حب انه يدخله بسرعه. حضرتك كقضيه كابتن سيد جدا جدا طول الوقت من السنه اللي جه فيها السنه اللي فاتت، وانا بقول ان ده مشروع النادي الاهلي، لانه راجل بيتدخل في كل تفاصيل ما يخص الفريق في كل صغيره وكبيره. اللي بيبص للفرقه اللي تحته ان يجيله مدرب عشان يجهز العناصر البعيد بشكل كويس، ده بيفكر في قدام. بيفكر في المطبات اللي يقع فيها. الناحيه المعنويه عنده بيقدر يسيطر على اللعيبه معنويا بشكل كويس. اوضه اللبس مسيطر عليها بشكل كبير جدا، ودي احدى نجاحات اي مدير فني انه يسيطر على اوضه اللبس. يعني كل حاجه حاطط ايده فيها، وعشان كده في تعاون كبير بينه وبين النادي الاهلي متمثله في الكابتن محمود الخطيب، اللي بيطلبه بيجي له، ادوات بتيجي، مدرب زياده عايز بيجي، لعيب ويصر انه يجيبه بنجيبه. وانا واثق فيه جدا لانه بيعترف باخطائه لما بيغلط، بيقول حقيقه ما بيخبيهاش على الناس، بيقول الحقيقه. وزي ما بيقول الحقيقه في المؤتمر، تخيل بقى بيقول الحقيقه للعيبه ازاي. يعني انت بتقول الحقيقه على فرقتك في مؤتمر صحفي لكل الناس، فما بالك في اوضه اللبس. في حاجات طبعا ما بيقولهاش، بس بيقولها لعيبته. فهو راجل صريح وبيتعلم من الاخطاء، وبيقول لك احنا غلطنا في ده، هنحسن ده هنحسن ده. طبعا بثق فيه بشكل كبير جدا.